السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رأت صالح القحطاني، طالبة في الصف الثالث ثانوي من إدارة تعليم جدة، مدرسة ثانوية الموهوبات، مشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2023، وأيضا طالبة في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية أولمبياد الكيمياء. تمام، أنا شاركت في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي في مجال العلوم الطبية والصحية. شاركت في مجال الطباعة ثلاثية أبعاد، بدأت في بحثي تقريبا من حوالي 5 شهور، اشتغلت في برنامج بحثي صيفي، عملت على بحثي مع مشرفين ودكاترة من جامعة الملك عبد العزيز مركز الابتكار في الطب الشخصي، اشتغلت على المحاولة للوصول إلى علاج جديد لمرض السرطان عن طريق الطباعة ثلاثية أبعاد مع دمج الطب الشخصي وطب النانو. تجربة صراحة جدا مثرية، تعلمت منها أشياء كثيرة، يعني غير أني أنا جالسة أدخل مجالات مختلفة، جالسة أتوسع، أتعلم من تجارب ناس مختلفة، يعني كونت علاقات جديدة، وهذه تجربة بحد ذاتها تعتبر بالنسبة لي إنجاز وشيء أفتخر فيه الصراحة. باختصار مشروعي هو عبارة عن طباعة ثلاثية أبعاد لإقراص قابل للمضغ بمادة الدكساميثازون، لكن عن طريق استخدام الطب النانو والطب الشخصي. الأطفال المصابين بمرض السرطان حاليا يعانون من سمية ناتجة من دواء أساسي في العلاج هو الدكساميثازون. هذه السمية تأثر على جودة حياتهم. لما بحثت عن الأسباب لقيت أن لها سببين رئيسية. السبب الأول هي العوامل الحيوية للدواء بنفسه، والسبب الثاني هي الجرعات العامة. فحاولت أني ألاقي حل ممكن أدمج الحلين مع بعض، ولقيت أن الطب النانو ممكن يرفع من الدراج ديليفري أو الدكساميثازون، والطب الشخصي برضه ممكن نحفز نتأكد أن المريض جالس يأخذ جرعات مناسبة بالنسبة له. فدمجت هذا الحلين مع بعض عن طريق الطباعة ثلاثية أبعاد، بحيث أني أطبع أقراص قابلة للمضغ تكون شخصية للمريض، وفي نفس الوقت محملة بالدكساميثازون على شكل جسيمات نانونية، بحيث أتأكد أنه أقدر أقلل من السمية بنفس الوقت أزيد من استساغة الدواء. أنا ورأف أخواتي توأم شاركنا في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية أولمبياد الكيمياء، وبرضو مع بعض مشاركين الحمد لله كلنا تأهلنا في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. يعني طبعا بعد فضل الله أكثر ناس لهم فضل كبير علينا أمي وأبوي الله يحفظهم لنا، وأهلي أخواني بشكل عام لهم دعم جدا كبير. أمي دائما تحفزنا، أبو يعني ما تقصر أبدا، دائما تحاول أنها تلاقي لنا أي طريقة ممكن أن إحنا نتطور فيها. أبوي أبدا مرة ما يقصر، دائما يتعب معانا، يشيل همنا كثير. كلهم لهم دور ودعم كبير من أخواني. طبعا مدرستنا لها دور كبير، نحن من مدرسة ثانوية الموهوبات من إدارة تعليم جدة، لهم دور كبير من الصف الأول متوسط، والمدرسة تدعمنا، تعلمنا على أساسيات البحث العلمي الابتكار. برضو المشرفين اللي أشرف على أبحاثنا، أنا بحثي أشرف عليه دكتور رائد فلمبان، دكتور وليد رزق، ومهندس فؤاد. وصراحة لهم دور جدا كبير، كانوا يساعدونا في كل الخطوات. وصراحة تجربة إبداع دائما يكون فيها عدد كبير جدا من الناس اللي يدعمونا، يعني لو حنقعد نحصي ما حنقدر يعني نوفيهم كلهم حقهم.